بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي طلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس المدينة الأكاديمية، بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم عن محيط الدائرة. هنتكلم في محيط الدائرة عن يعني إيه دائرة، يعني إيه مركز الدائرة، يعني إيه المحيط، يعني إيه القطر، يعني إيه نصف القطر. ركز معايا أبطال. أول شيء الدائرة، زي ما احنا شايفينها كده، اللي هي مجموعة من النقاط المتصلة التي تبعد مقدارا ثابتا عن نقطة ثابتة. ممتاز جدا. النقطة الثابتة اللي ظهرت يا حبيبي اسمها مركز الدائرة. اسمها ايه؟ اسمها المركز. يبقى النقطة الثابتة بسميها المركز. طيب عندي شيء تاني، ايه الخط ده؟ هي قطعة مستقيمة واصلة بين نقطتين على الدائرة، ولكن لو لاحظنا انها بتمر بمركز الدائرة. دي بسميها ايه؟ بسميها القطر. ممتاز جدا. يبقى القطر قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة ولازم تمر بمركز الدائرة. طيب ده بسميه ايه؟ ده بسميه نصف القطر، بتمر بالمركز واي نقطة على الايه؟ على الدائرة. يبقى الحين احنا اخدنا مركز الدائرة، اخدنا القطر، اخدنا نصف القطر، يبقى ده بسميه ايه؟ نصف القطر. طيب الخط الاسود ده بسميه محيط الدائرة، ده بسميه ايه؟ محيط الدائرة. يبقى الحين احنا اتكلمنا في اول شيء عن الدائرة، عرفناها ان هي الدائرة مجموعة من النقاط المتصلة التي تبعد مقدار ثابت عن نقطة ثابتة اسمها الايه؟ اسمها المركز. قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة بسميها القطر. قطعة مستقيمة تصل بين مركز الدائرة واي نقطة على الدائرة بسميها نصف القطر. ركز معايا، القطر ونصف القطر، برمز للقطر بالرمز قاف، وبرمز لنصف القطر بالرمز نون قاف اللي هي نق. لو عند القطر 8 يبقى نصف القطر كام؟ ها احسنت، 4. طب لو عند نصف القطر 3 يبقى القطر كله كام؟ 6. ممتاز جدا. يبقى في البداية احنا اتكلمنا عن كل شيء في الدائرة ايه احنا مطالبين بيه. هناخد الحين امثلة. يقول لي اوجد نصف القطر او القطر لكل دائرة. هنحل مع بعض. مثال رقم 11، اوجد نصف القطر او القطر لكل دائرة مما يأتي. بيقول لي قاف بتساوي 5. الحين هو عايز نصف القطر او القطر على حسب ما هو عاطيلك. هنا عاطي القطر، يبقى محتاج ايه؟ محتاج نصف القطر. طب هنا القطر 5 ميم لام ميم اللي هي ملي متر، يبقى هنا عاطيني القطر، يبقى انا هجيب نصف القطر. يبقى نص القطر كام؟ ممتاز، 2.5 مليمتر. طب السؤال اللي بعده، عاطين القطر 24، هو هنا عاطين القطر، يبقى محتاج مين؟ ممتاز، محتاج نصف القطر. يبقى نصف القطر، نصف ال 24 كام؟ احسنت، 12 متر. ممتاز جدا. طيب نفس السؤال، هنا عاطين النق بيساوي 17، نص القطر بيساوي 17، يبقى محتاج اجيب ايه؟ اجيب القطر. ممتاز جدا. يبقى القطر هيساوي ايه؟ اضرب 17 ضرب 2 او 17 زائد 17 يساوي 34 سنتيمتر. ممتاز جدا. طب السؤال اللي بعده، عاطيني النق، نفس الشيء، عاطيني النق ب 36 مليمتر، عاطيني نص القطر، يبقى لازم اجيب القطر. يبقى القطر عندي اللي هو رمزه ايه يا شباب؟ اللي هو رمزه قاف، بيساوي 72 مليمتر. يبقى الحين اخدنا اول معلومه عندنا، لو ازاي اجيب نصف القطر من القطر او ازاي اجيب القطر من نصف الايه؟ القطر. تمام يا شباب. مساله كمان اهي، هنا بقى ما قال لي هو ده قطر ولا نصف قطر، لكن ناظر الخط الاحمر ده، ده قطر كامل يا استاذ. يبقى هنا القطر ب8، يبقى محتاج نصف القطر، يبقى نصف القطر هيساوي كام؟ 4 سنتيمتر. ممتاز جدا. بعد كده هنتكلم عن محيط الدائره. ركز بقى، محيط الدائرة زي ما قلنا في المثال ان محيط الدائرة والخط ده منحنى، ده محيط الدائرة. اقيسه ازاي؟ قال لي عندي قانون لمحيط الدائرة. رمز محيط الدائرة
ميم حاء، اهو ميم حاء محطوط الدائره بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي طاء ضرب، طالما في علامه اخدناها معناها انها ضرب، قاف اللي هي طول القطر، او 2 طاء ناقص. تمام يا شباب؟ طيب طاء اللي هي ايه؟ قال لي طاء اسمها النسبه التقريبيه، برمز لها بالرمز طاء، بتساوي عدد ثابت احنا ايه تقديرا كده اللي هو 3.14 من 100. يبقى هنا محب اجيب محط الدائره اضرب طاء اللي هي 3.14 من 100 ضرب طول القطر حج الدائره زي ما هيعطيني، هنتضرب ان شاء الله مع بعض. طيب الحين هنتكلم عن التقدير، يقول لي قدر محيط الدائره. اول ما يقول لي قدر محيط الدائره انا ما بحصل على الناتج الضرب ناتج فعلي، لا انا بقدر، يعني هستخدم الطاء ب3 بس. يبقى اول ما يقول لي قدر هستخدم الطاء ب3، لكن هات ناتج فعلي للمحيط استخدم الطاء ب3.14 من 100. يبقى في فرق بين تقدير المحيط والمحيط الفعلي. لو قال لي قدر المحيط يبقى انا هستخدم طاء بيساوي 3، لو قال لي هات اوجد المحيط يبقى استخدم طاء بيساوي 3.14 من 100. والامثله الايه هتوضح ان شاء الله، ركز معايا كده. بيقول لي ايه مثال 15، قدر محيط كل دائره. يلا مع بعض كده. هنا القطر كام؟ 8. بيقول لي قدر، خلي بالك اهو ضاعت خط كده عندك في الكتاب على كلمة قدر. يبقى المحيط لازم اكتب القانون، المحيط بيساوي ايه؟ قول يا بطل. احسنت، المحيط بيساوي طاء ضرب طول القطر. ممتاز. طاء بكام؟ ب3. ضرب طول القطر بكام؟ ب8. يبقى هيساوي ايه؟ 24. 24 واسكت؟ لا، لازم اكتب التمييز اللي هو النهائي. هنا 8 سنتي، يبقى لازم اكتب 24 سنتيمتر. سهله جدا اهي. يبقى قدر، هقول له المحيط، لازم تحفظ القانون، المحيط بيساوي طاء ضرب طول القطر. طاء بكام؟ ب3. ليه 3 يا استاذ؟ ان احنا قلنا قدر. ممتاز جدا يا حبيبي. يبقى 3 ضرب 8 هيساوي 24 سنتيمتر. مثال اخر. هنا عاطينا القطر بكام؟ ب15. يلا عايز المحيط، المحيط بيساوي نفس، لازم اكتب القانون، طاء ضرب طول القطر. ها سريعا بقى، الطاء بكام؟ ب3. ممتاز. وطول القطر كله بكام؟ ب15. يبقى 3 ضرب 15 هيساوي 45 متر. ممتاز جدا. يبقى الحين احنا اتعلمنا كيف احصل على ايه؟ على قدر محيط الدائره. طيب سؤال اخر، قال لي اوجد محيط كل دائره، يعني عايز الناتج الحقيقي بقى، عايز ناتج المحيط الحقيقي، ولكن مقربا الناتج الى اقرب جزء من 10، وقال لي استعمل الطاء بيساوي 3.14 من ما مع بعض. هنا نصف القطر ولا القطر؟ لا نصف القطر، لازم اكتب القانون في البدايه، المحيط بيساوي طاء ضرب طول القطر. طاء بكام؟ ب 32. ليه يا استاذ هنا 16؟ لا هنا نصف القطر، ركز يا حبيبي، احسنت يا بطل، هنا 16. طب 16 و16 يبقى 32، يبقى 3.14 من 100 ضرب 32 هيساوي 148 من 100. اسيبها كده؟ قال لي لا، مقربا الناتج الى اقرب جزء من 10. فين الجزء من 10 هنا؟ ها يلا قول. احسنت، الاربعه جزء من 10، العدد اللي قبله ايه؟ 8. يعطي ام لا يعطي؟ يعطي، للاربعه تصير 5، يبقى تقريبا هيساوي 105 من 10 مليمتر. ممتاز جدا. يبقى نفس المساله اللي احنا اخدناها الايه سابقا، اللي هي بس هناك كان بيقول لي قدر، هنا بيقول لي اوجد الناتج الفعلي. في قدر انا بستخدم طاء بيساوي 3، لكن في الناتج الفعلي بستعمل طاء اللي هو قال لي عليها 3.14 من ما. مثال اخر يتضح الموضوع. عايز المحيط، هنا عاطيني مين؟ عاطيني القطر، كفو، القطر كله كامل 12. يبقى المحيط، اكتب القانون، المحيط هيساوي طاء ضرب طول القطر. ممتاز جدا. ها طاء بكام؟ 3.14 من 100 ضرب طول القطر اللي هو كام؟ 12. اضرب عادي جدا، 12 ضرب 3.14 من 100
هيساوي 37 و68 من 100. ولكن هنا عايز ايه؟ عايز يقرب الناتج الى اقرب جزء من 10. فين الجزء من 10 عندي هنا؟ يلا قول. ممتاز يا بطل، 6 8 تعطله، يبقى هيساوي 37 و7 من 10 اسكت، لا سنتيمتر. درس النهارده فيه معلومات كتيره شويه، ولكنه درس سهل جدا. اول شيء تكلمنا فيه عن الدائره، عرفنا الدائره، مركز الدائره ونصف القطر والقطر، كل المعلومات بنحتاجينها في المسائل. عرفنا ان نصف القطر بيساوي نص طول القطر، بمعنى لو القطر عندي 8 سنتي يبقى نص القطر 4 سنتي. خدت قانون المحيط ونحفظه يا شباب، المحيط بيساوي ط ضرب طول القطر. ضع عندي فكرتين، لو قال لي قدر او لو قال لي هات المحيط. قال لي قدر يبقى بستخدم ط بثلاثة، لو قال لي اوجد المحيط بستعمل ط اللي هو قال لي عليها اللي هي 3 و14 من 100. درس جميل ان شاء الله باذن الله، في اسفل الفيديو رابط موجود في ورق العمل، هنحله مع بعض. لو في اي استفسار يبقى راسلوني. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.